السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الجديدة من كورس استراتيجية المحيط الأزرق وتأثيرها على زيادة مبيعاتك وأرباحك، واللي بتجعلك تنشئ السوق الأزرق الخاص بك وتخرج أو تهرب خارج حدود المنافسة. وإحنا تكلمنا إخواننا الفاضل في الحلقات الثلاثة كمقدمات عن هذه الاستراتيجية والكورس العملي، أيضا بنذكركم في الكتاب الإلكتروني إن شاء الله اللي أنا أحصده قريبا بإذن الله تعالى. هذا هو الكتاب واللي احنا بنشرح فيه مقتطفات اخواني الافاضل من هذا الكورس على شكل فيديوهات، طبعا هو مقتطفات وليس الكتاب كله. لذلك اخواني الافاضل بذكركم اللي بيحب يقتني هذا الكتاب يراسلني على الخاص او ينتظر اطلاق الموقع الالكتروني باذن الله تعالى في نهاية هذا الشهر، ويمكن شراء هذا الكتاب من الموقع الخاص بي اخواني الافاضل 10minutes.net. هذا اخواني الافاضل الكتاب حيكون متاح على الموقع ويمكنك شراء اخواني الفاضل الكتروني، يعني نسخة الكترونية سوف تستحوذ عليها اخي الفاضل في طبعا مكتبتك الخاصة بك، وهذا طبعا حيكون بسعر رمزي جدا اخواني الافاضل على اساس انه انت تقدر تشتري هذا الكتاب. وانا طبعا بحفزك تشتري هذا الكتاب اخي الفاضل لانه هو عبارة عن مناقشة عملية رائعة وعلى شكل اسئلة انت سوف تجيب عليها وسوف تفكر في هذه الاجابات، واللي انا حساعدك فيه ان شاء الله على تطوير البزنس الخاص بك وانك تبحر وتجد السوق الأزرق الخاص بك. عشان هيك أخي الفاضل خليك معي بعد هذا الفاصل لنستكمل الحلقة الرابعة ونشرح بعض مقتطفات من هذا الكتاب، وهو استكمالا لسلسلة استراتيجية المحيط الأزرق وكيف تنشئ السوق الأزرق الخاص بك وتبحر خارج حدود المنافسة. بنتظركم بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في الحلقة الرابعة، بذكركم اخواني الافاضل بضرورة الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس حتى يوصلك كل جديد احنا بنرفعه من الكورسات المجانية، مثل هذا الكورس المجاني استراتيجية المحيط الازرق تأثيرها على مبيعاتك وكيف تجعلك انك تبحر في السوق الازرق الخاص بك. وانتهينا اخواني الافاضل بسؤال وجهنا لحضرتك: Are you red or are you blue؟ وين انت؟ هل انت في المحيط الازرق ام في المحيط الاحمر اخواني الافاضل؟ هذا سؤال ضروري انك اليوم تجاوبه قبل بكره اخواني الافاضل، وتعيد التفكير، تعمل ريثينكينج لنفسك ولمنتجاتك لخدماتك لمشروعك لمنظمتك، تمام؟ وخلينا ابدا معكم اخواني الافاضل، وبذكركم برضو بالكتاب اللي احنا تكلمنا عليه، كتاب اللي هو كيف تبحر في السوق الازرق الخاص بك وتكون خارج حدود المنافسه، وكيف تزود مبيعاتك وارباحك من خلال تقنيات وتحركات ومؤشرات استراتيجيه المحيط الازرق. واستنى اطلاق الموقع الالكتروني ان شاء الله، وبتقدر تشتري هذا الكتاب الكترونيك طبعا كوبي من خلال الموقع الالكتروني. طبعا اخواني الافاضل خليني انا استكمل الان معك الحلقة الرابعة، ووقفنا لعند إخواني الأفاضل إنه بدنا نضرب أمثلة على شركات نجحت في موضوع البلو أوشن استراتيجي. مثال ذلك شركة سيرك الشمس الكندي، هي من الشركات الرائدة إخواني الأفاضل في مجال والإبداع اللي هو الخاص بالسيرك. طبعا سيرك الشمس الكندي مشهور إخواني الأفاضل إنه دخل البلو أوشن استراتيجي بأوسع أبوابه، وكان هو مثال يحتذى به جميع الشركات. طبعا شو هم هذول الشركة يا جماعة؟ كانوا هم عبارة عن مجموعة من الهواة، كانوا هذول يعني ما في تنظيم، ما في شركة، ما في مشروع يجمعهم، ما في أي شيء، كانوا يعني هواة بيمارسوا بعض الأعمال البهلوانية. اوكي، هذول طبعا اخواني الافاضل بداوا ينتبهوا لانفسهم، يطوروا من انفسهم، فبداوا يخرجوا خارج المنافسه. كيف؟ من خلال اللي هو اعتماد تحركات ومؤشرات في البلو اوشن استراتيجي، وبداوا يشتغلوا على انفسهم اخواني الافاضل ويطوروا من ادائهم. طبعا اعتمدوا بعض يعني الابتكارات الرائعه وبعض العوامل التنافسيه اللي هم غيروا بدلوا فيها. يعني اليوم شركات السيرك العالميه كانت تشتغل على رتم واحد، كانت المنافسة يعني أو معايير المنافسة معروفة ما بينها، كلها متساوية في عوامل مشتركة وإلى آخره. لا، سيرك الشمس الكندي غير من هذه العوامل، زود في بعض المعايير، قلل في بعض المعايير إخواننا الأفاضل، حذف بعض المعايير، خلق أو صنع
ابتكار جديد أو معايير جديدة وأضافة لهذا العالم، عالم السيرك اللي هو المعروف. طبعا هتقول لي زي مثل إيش يا جماعة؟ بنقول لك انه هو جاب بعض الاعمال البهلوانيه، ادخل الخط القصصي والحكواتي على اداء السيرك، ايضا الاداء المسرحي، الرقص وفن الباليه، يعني كثير من الشغلات يعني هو اضاف لمين؟ لعالم السيرك اخواني الافاضل، وايضا تميز بانه قلل من المخاطر، قلل من التكاليف العاليه، وقلل من الممثلين المشهورين والمعروفين، قلل من المرح والمخاطره والضحك الكثير، يعني وأضاف بعض الشغلات وشال بعض الشغلات. من هنا تصدر قائمة السيرك قائمة يعني السيرك العالمي، وأصبح هو من المميزين في هذا المجال إخواني الأفاضل، وحقق عوائد طبعا رائعة، تقريبا 791 مليون دولار إخواني الأفاضل، حقق عوائد سنوية، وقيل لبريتي إخواني الأفاضل أصبح أيضا من الأثرياء وأصحاب المليارات. طبعا تبلغ ثروته في العام 2018 مليار 370 مليون دولار، بسبب أنه يعني دخل هذا العالم البلو أوشن. عشان هيك أنا بدعوك أنه أنت تحتذي بحذو هذه الشركات وهذه الأعمال لكي إن شاء الله تصبح من أصحاب من الثروات والإيرادات والأرباح العالية. طيب طبعا يا اخوان افضل هذه الصوره هي تمثل يعني صوره معبره عن اللي هو المحترفين واللي هو الموجودين في سيرك الشمس الكندي. نيجي ايضا للكيس الاخرى الثانيه. طبعا يا اخوان افضل هذه الكيسز احنا حنتناولها بالتفصيل يعني في الفيديوهات، مش بالتفصيل الكثير، ولكن انا اعطيك نبذ صغيره. التفاصيل الممله موجوده يا اخوان افضل زي ما حكينا في الكتاب الالكتروني، اللي بحب يعني يحوز هذا الكتاب حجزه على موقع بإذن الله تعالى. طيب نيجي للمثال الثاني اخوان الفاضل، او الكيس الثاني، هي شركة نابي لصناعة الحافلات الثقيلة. بنحكي انه شركة نابي يا جماعة هي من الشركات الرائدة في هذا المجال. طبعا شو هو السر اللي ادخلها في البلو اوشن استراتيجي؟ ذهبت هذه الشركة جماعة ووجدت مين الكاستمرز، وجدت يعني عن ماذا يبحثون، ما الشيء اللي هم يعني بفضلوه، ما الشيء، ما هي البريفرنسز، ما هي الميزات اللي هم يعني بيطلبوها ان تكون موجودة في الحافلات. فوجدوا انه اخواني الافاضل انه تكلفة الصيانة عالية جدا لمين يعني للشركات او للبلديات العامة اللي بتقتني هذه البصات. فهي ذهبت وفكرت كيف انه هي تقلل من التكلفة، تكلفة الصيانة طبعا لهذه البصات. فوجدت شيء رائع، او يعني ابتكرت شيء رائع ليس له مثيل في عالم صناعه البصات والحافلات الثقيله، انهم ادخلوا اللي هو صناعه البصات العامه، انهم يصنعوها من ماده الفايبر جلاس اخواني الافاضل. طبعا ماده الفايبر جلاس تتميز انه ايش يعني تكلفه الصيانه فيها منخفضه جدا، ايضا هي وزنها خفيف اخواني الافاضل، بالتالي هي لا تلوث او لا تسبب عوادم كثيره جراء استهلاك البنزين او الوقود العالي، بالتالي هي أيضا أصبحت هي صديقة للبيئة، التكلفة منخفضة جدا، بالتالي أصبحت البلديات والشركات والكاستمرز يعني يشتروا ويقتنوا هذه البصات، فأصبحت من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، ودخلت أو أوجدت وصنعت لها سوق أزرق جديد إخواني الأفاضل بهذه الميزة. إذا ابتكرت وأبدعت وفكرت وعملت ريثينكينج، يعني خرجت عن المألوف إخواننا الأفاضل اللي هم شركات البصات بيعيشوا هذا المألوف في صناعة البصات الثقيلة. وخليني أتطرق معكم إخواني الأفاضل لمثال آخر، شركة أبل وسامسونج ومايكروسوفت. زي ما تعرفين شركات هي معاصرة لنا وحديثة. طبعا هذه إخواني الأفاضل تتسابق كل يوم عن يوم في الجينيريشن الجديدة في صناعة مثلا الكمبيوترات، اللابتوبات، في صناعة الجوالات. وزي ما أنتم ملاحظين يعني صدر أخيرا عن شركة سامسونج إخواني الأفاضل الجوالات القابلة للطي. يعني شوفوا كيف الابتكارات يعني والإبداعات، لأنه إحنا حكينا إخواني الأفاضل قبل هيك انه السر في البلو اوشن استراتيجي انه انت تعتمد نموذج ابتكار القيمه في عملك او في بزنسك اخواننا الافاضل. طبعا قلنا السر هو الابداع، كيف انه انت تبدع في ترتيب العوامل التنافسيه لشركتك والشركات المنافسه او الشركات اللي هي خارج القطاع او خارج الاطار الاستراتيجي الخاص بك اخواننا الافاضل. وهذا طبعا حنشرحه يعني لقدام باذن الله تعالى في حلقات قادمة، كيف أنه أنت تتعرف على مبادئ البلو أوشن وكيف أنه أنت تطبقها في البزنس الخاص بك.
وزي ما تشايفين اخواني الافاضل، هذه احدى منتجات شركه نابي باز. زي ما تشايفين يعني يتميز بالشعار الازرق طبعا نسبه للميل للبلو اوشن استراتيجي. وهذه البساط طبعا في منتجات اخرى واشكال اخرى بديكورات اخرى. طبعا ان شاء الله حنستعرض هذه الكيس شركه نابي كيف تفوقت وايش الاسرار اللي هي استخدمتها في تطبيق البلو اوشن. خليك معي في هذا الكورس، ضروري جدا انه انت تتابع معي هذه السلسله وتشترك في القناه وتشارك الحلقة أخي الفاضل يعني لغيرك من الناس اللي يستفيدوا. وخلينا أتطرق معك للمثال الرابع أخي الفاضل. إحنا وصلنا طبعا للمثال الرابع، شركة دوبونت. هذه شركة دوبونت يا جماعة هي متخصصة في منتجات الصويا والمنتجات الزراعية. طبعا إخوان الفضل هذا حققت إيرادات تبلغ 100 مليون دولار. طب شو السر في هذا إخوان الفضل؟ إنه هي ذهبت وخرجت عن المألوف، وطبعا وخاطرت بشيء طبعا لم تقدم عليه مثيلاتها من الشركات المنافسة. غزت السوق الإفريقية، يعني غرب إفريقيا، غزت سوق وأوجدت لها مساحة جيدة إخوان الفضل من الكاستمر، فأوجدت مساحة سوق جديدة. طبعا هذا هو أحد مبادئ الاستراتيجية اللي بتدعو لها الاستراتيجية، إنه أنت أيضا تغزو مساحات جديدة من السوق الإخواني الأفاضل، سواء بمنتجات أو بمناطق جغرافية معينة. أوكي، وخلينا نتكلم عن انه كيف المنافسين خافوا انهم يتطرقوا لهذه المساحات، لكن شركة دوبونت غامرت وخاطرت فجنت الاموال والثراء والايرادات العالية. وخليني احكي لك اخي الفاضل انه تم ادراج شركة دوبونت ضمن قائمة 100 شركة مبتكرة، يعني من اعلى الشركات او ضمن الشركات اللي حققت ابتكارات رائعة اخواني الافاضل. طبعا هي للسنة السابعة على التوالي. ليش؟ لانهم اعتمدوا مبدأ البلو اوشن استراتيجي، فهم دائما ابداع وابتكار ودائما تحسين مستمر. فبالتالي قائمة طبعا شركة كلاريفيت اناليتكس عام 2017 ادرجتهم ضمن 100 قائمة او واحدة من ال 100 شركة اللي هم مبتكرين على مستوى العالم. ليش؟ لانهم طبعا اعتمدوا مبدأ البلو اوشن استراتيجي. طبعا هذه الصوره يا جماعه تمثل يعني صوره تعبيريه عن الشركه دوبونت. طبعا خليني انا احكي لك كلام خطير جدا يا اخواني على فاضل. انت لماذا لا تكون واحد من تلك الشركات؟ حتى لو كنت انت مشروع صغير اخي الفاضل، حتى يعني لو كنت يعني نواه لمشروع، حاول انه انت تعتمد هذه المبادئ اخي الفاضل، بانه انت تعمل منتجات جديده، انه انت تعتمد ابتكار القيمه او الابداع التحسين المستمر في مبادئك اخي الفاضل. تعرف على مبادئ البلو اوشن، انه انت تغزو مساحات خاليه، منتجات جديده، تعتمد يعني مبادئ واشياء لم يتطرق اليها منافسك اخي الفاضل. وايضا بحكي لك اخي الفاضل انه انت مش شيء ثابت، انت مش صخره، انت مش شجره. اتحرك اخي الفاضل، يعني اوجد اشياء جديده، ابتكارات جديده، افكار جديده. يعني حتى عالم الاداره بيتر دراكر ايش بيحكي عن هذا الموضوع، انه الافكار الابداعيه كثيره جدا، حتى انه بحكي لك الكيلو جرام بعشرة سنت. بس انت فكر فكر فكر، يعني سوف تجد لك الأفكار يعني سيجذب لك عقلك ما تفكر به أخي الفاضل. يعني أنا دائما بحكي في برامجي أو في لايفاتي في تطوير الذات، إنه أنت الشيء اللي بتفكر فيه أخي الفاضل سوف يجذب لك، سواء من أهداف، سواء من إمكانيات، سواء من أموال، سواء من فرص، سواء من تحديات. هتلاقي يعني أشياء كثيرة انهالت عليك، ففكر وركز في هذا التفكير أخي الفاضل. وأنا إن شاء الله سوف أسرد لك بعض الكثير من الأفكار اللي ممكن أنت تدخلك في عالم البلو أوشن أخي الفاضل. هيك يعني أنا بوصل لنهاية حلقتي إخواني الأفاضل، يعني بأنه استعرضنا بعض الكيسز اللي اخترقت السوق العالمي وأصبحت من الشركات الرائدة نتيجة اعتماد البلو أوشن استراتيجي والمبادئ الخاصة بها. عشان هيك أنا بحكي لك أخي الفاضل، لا تبخل على نفسك، لا تبخل على نفسك. حاول انه انت يعني توجد اشياء جديده، تبتكر اشياء جديده، تعتمد اسلوب الابتكار القيمه، واللي احنا حنستعرضه بالتفصيل اخواننا الفاضل في هذا الكورس. طبعا في كتابي ايضا موجود يعني هذا الكلام بشكل مفصل اكثر بشكل كبير اخواننا الفاضل. بنذكركم من اراد ان يقتني هذا الكتاب، حتجد هذه النسخه تقدر تشتريها اخي الفاضل من الموقع الخاص به 10 minutes.
نت. يعني أنا برحب فيكم وبتشرف فيكم إنكم تقتنوا هذا الكتاب الخاص بي ويكون ضمن الكتب اللي أنت تقتني يا إخواني على فاضل. بتشرف فيكم يعني تستفيدوا من هذا العلم بإذن الله تعالى. طبعا في نهاية الحلقة بذكركم إنه يعني تشتركوا في قناتي، تعمل إعجاب لهذا الفيديو وتشاركوا لغيرك من الناس إخواني الأفاضل، ودائما خليك معنا في البرامج واللايفات والكورسات اللي احنا بنرفعها. وأي سؤال إخواني الأفاضل ما يعني تستنى أو ما تنتظر إنه أنت توجه لي مباشرة، وجه لي أسئلتك على الواتساب الخاص بالقناة وأنا حجاوبك بإذن الله تعالى يعني خلال يومين أو خلال يوم واحد فقط يعني بإذن الله. وأنا يعني سعيد جدا أنه أنت بتشاهد هذا الفيديو للآخر. هيك أنا بتركك وبدنا نختم حديثنا بقول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.